مسجد الكتبية، عراقة وتاريخ. المغرب، عراقة وتاريخ. يعد مسجد الكتبية في مدينة مراكش المغربية من أعرق المساجد المغربية الموجودة الآن، إذ بني سنة 1147 ميلاديا على أنقاض أحد القصور المرابطية القديمة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 5300 متر مربع، ويتكون من 17 جناح و11 قبة مزينة بالنقوش، ويظهر فيه بوضوح طابع العمارة الأندلسية. وأثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب تم تطوير شبكة الطرق، واعتبر المسجد نقطة مركزية لالتقاء الطرق في المدينة. وفي الغرب والجنوب من المسجد توجد حديقة زهور بارزة، وقريبا منه يوجد متحف يوسف بن تشافين مؤسس مدينة مراكش، ويحتوي على ضريح بسيط له. وفي ساحة مسجد الكتبية يمكن رؤية بقايا المسجد القديم، ومئذنة المسجد هي إحدى المعالم البارزة في مراكش. واسم المسجد مأخوذ من بيع الكتب، إذ كان هناك سوق كبير وشهير لبيع الكتب في منطقة المسجد. كان قد سيطر على مدينة مراكش الموحدون بعد وفاة زعيم المرابطون علي بن يوسف عام 1147 ميلاديا، وكان الموحدون لا يرغبون في بقاء أي أثر من الآثار الدينية التي بناها المرابطون بسبب العداوة الشديدة بينهم، ولأنهم يعتقدون بأن المرابطين من الزنادقة المارقين عن الدين. لذا كان الخليفة عبد المؤمن ابن علي الكومي الذي ظفر بالإقليم هو المسؤول عن بناء مسجد الكتبية على أرض القصر الذي كان يقطنه في السابق علي بن يوسف في الربع الجنوبي الغربي من المدينة. وهكذا بني المسجد الذي كان أول مسجد يقيمه الموحدون عام 1147 ميلادية، وانتهى بناءه تماما في عام 1157، وفي عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور أعيد بناء المسجد بعد اكتشاف أن محراب المسجد منحرف عن اتجاه القبلة الأصلية بمكة المكرمة، وخضع المسجد لبعض تغييرات كثيرة حتى نهاية القرن الثاني عشر، عندما هزم الأندلسيون الدولة الموحدية. كان مشكلة انحراف القبلة بالنسبة إليهم مسألة ثانوية، على أساس أن المصلين يمكنهم دائما ضبط اتجاه صلاتهم عندما يقيمون الصلاة في ساحة المسجد، ولكن الأندلسيين اتخذوا قرارا ببناء مسجد جديد بمحاذاة هيكل المسجد الأول، وتم إكمال المسجد الأول في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه بناء المسجد الثاني. جاء المسجد الثاني مطابقا للمسجد الأول تماما ما عدا اتجاهاته، لكن التصميم المعماري والنقوش والأبعاد والمواد المستخدمة كانت هي نفسها، كما بقيت المأذنة والتصميم نفسه في المبنيين. لكن بينما كان المسجد الأول يتجه 5 درجات بعيدا عن اتجاه القبلة، جاء المسجد الثاني خارجا عن اتجاه مكة ب10 درجات، أي ضعف الانحراف الذي كان في المسجد الأول. المسجد مبني في معظمه بالحجر الأحمر، وعرضه يصل إلى 80 مترا نحو الشرق و60 مترا نحو الغرب، وله 6 غرف متتالية الواحدة فوق الأخرى. حتى يمنع أي أحد يحاول التحديق إلى حريم الملك، وحتى يومنا هذا لا تزال تلك القيود على الزائرين مستمرة، حتى أن الوصول إلى برنامج جوجل إيرث لمشاهدة هذه المنطقة ممنوع على كل من يبحث في الخريطة. إنه التاريخ، إنه عبق التاريخ. وللمسجد مأذنة واحدة يبلغ طولها 77 مترا، وتاريخا كانت هذه المأذنة المميزة بزخارفها بمثابة المنبرة لإعلان القرارات المهمة على الناس، وخصوصا القرارات السياسية الكبرى والفرمانات الملكية الأساسية، كما كانت ساحته ملتقى العديد من الأحداث التاريخية، وعقدت فيه الكثير من الاتفاقيات في هذا المسجد. هنا عراقة التاريخ، هنا المغرب، مسجد الكتبية،
من أحد أبرز المعالم التاريخية لمغربنا الحبيب في مدينة مراكش، المدينة الحمراء. فقط إنه التاريخ، فقط إنها المغرب، وما دمت في المغرب فلا تستغرب. حاضرا دائما بتاريخه وعراقته على مر العصور.